ماشي. ما هو الفكره دلوقتي يعني الهدف ده انا هو الهدف ان انا اكون بشكل قانوني. ايه الهدف؟ مش انا احصل على شرعيه صح؟ لا الشرعيه دي بتسمح لي ان انا افتح مكاتب وفروع ليا في المحافظات او مقرات ليا، وان انا يكون في رقابه من الجهاز المركزي للمحاسبات اللي هو الجهاز ملك الدوله على كل مليم داخل ليا وخايب مني صح ولا لا؟ ده الهدف ده احنا كنا مقدمينه في القانون. يعني حتى القانون مشروع القانون اللي احنا مقدمينه وتقنين دور الحركات السياسيه كنا بنقول الجهاز المركزي للمحاسبات زي ما بيراقب على كل مليم داخل في الاحزاب السياسيه وفي النقابات وكل منظمات المجتمع المدني يراقب عليا انا كمان. اي قرش داخل ليا او اي مليم خارج مني يراقب عليه ويقول ده راح فين وجا منين. هل الموضوع تقدم فعلا؟ تقدم. احنا قدمنا المجلس العسكري رسمنا المجلس الشعبي لسه، ولكن الفكره اتكلم فيها ممكن يبقى خبر عظيم جدا لو قلت انت قدام مجلس الشعب ولا مخبر. ما احنا ما هو الفكره مجلس الشعب اتكلمنا بس هم قالوا مش فاضيين دلوقتي في ناقشه القوانين. هم قالوا مش فاضيين دلوقتي في ناقشه القوانين يعني بعد لجنه التاسيس. ايوه بقى اعمل يعني مش هم مش الناس بتتهمك هيحصل. احنا قدمناه لمجلس الشعب لمجلس العسكري واتحط في الدرج وقال بعينكم يعني. بالمناسبه انا عايز يعني في موضوع التمويل ده المقصود من كل فيلم التمويل ده انتوا كام؟ حتى اللي حصل في القضيه الاخيره كان برضه بيتا استاذ يعني المقصود طيب. في كل الفيلم ده انت يعني محدش تاني بس ربنا بس يعني في واحد ابن حلال اشتغل صح.